أسطورة هذا الزمان، الأشبه بالسوبرمان. أنا مش حافظ اللعيبة كلهم بس. ونادي وليد سليمان أسطورة هذا الزمان، الأشبه بالسوبرمان، أو حكايات كان يا مكان اللي كانت في سالم الدهر والأوان. ونادي عبد الله سعيد دفتعنا، ونادي عبد الله سعيد وحبة شديد، وكل منهما لاعب مجيد ونجم فريد عن الأهداف لا يحيد. كابتن محمد يوسف مدرب النادي الاهلي، نقول لك مبروك النهارده على عاد الرعاية بين النادي الاهلي وكاله الاهرام الاعلاميه. الحمد لله، الله يبارك فيك طبعا، ويعني دي حاجه عاديه طبعا. النادي الاهلي دايما سباق في المجال جميع المجالات طبعا، وده يعني شريك جديد لنجاح في النادي، للنجاح يعني مع النادي الاهلي شركه اتصالات. وان شاء الله نتمنى ان شاء الله العقد او الثلاث سنين القادمه ان شاء الله يبقى مزيد الانتصارات للجانبين، سواء اتصالات او النادي الاهلي. الحمد لله، والنادي الاهلي يستحق اكتر من كده كمان. النادي الاهلي نادي كبير، احسن نادي في افريقيا ونادي القرن الافريقي. ان شاء الله الارقام تتحسن كمان السنين اللي جايه ويكون اعلى واعلى ان شاء الله. نجاحك وبطولاتك بالتاكيد، واحنا زي ما قلت المفهوم بتاعنا دايما في النادي الاهلي نجاحنا من نجاح السبونسر بتاعنا، بنحاول نساعده ونحاول، هو شريك معانا، هو مش ماشي ورانا، هو شريك معانا، فيهمنا ان احنا ننجح السبونسر بتاعنا. اعتقد طالما نجح النادي يبقى نجاح من للسبونسر، ونجاح السبونسر من نجاح النادي، ده مفهومنا دايما. بالتاكيد النادي الاهلي اسمه ومكانه وكيان وقيمه كبيره جدا في افريقيا، مش في مصر بس، ده بيساعد بالتاكيد على رفع القيمه التسويقيه. اتمنى ان انا اوصل النادي الاهلي يوصل لابعد من كده بكتير، ونبدا نتكلم بقى في شغل عالمي وارقام عالميه، لان انت بتتكلم في موارد هي الاساس بالنسبه لك. هو انا اقول مش نجاح نادي الاهلي، خلينا نقول نجاح اتصالات ونادي الاهلي، لان الشراكه دي ما بتمثلش مبالغ ماليه قد ما تمثل كيانين كبار جدا في اتصالات والاهلي. الاهلي دايما خططه عنده، ما يبص تحت رجليه، يبص خطط مستقبليه، نفس كلام اتصالات. فالكيانين